اهالي عزبه الهكانه، اهالينا هناك وامهاتنا واخواتنا هناك كانوا سعداء جدا، مش مصدقين والله رئيس الجمهوريه وجاب الحكومه كلها وجاء عندهم. انت متخيل الموقف؟ الموقف على فكره مش خبر، الموقف اللي حصل النهارده مش خبر عادي، الموقف اللي حصل النهارده ده كاشف لفلسفه اداره الرئيس لملفات مصر. ده المواطن والمواطنه والمواطنين في عزبه الهجانه ابنائنا اللي الرئيس راح يغير الواقع بتاعهم النهارده اهو اهو. اهالينا دول من كل مكان في مصر، اهالينا دول ضاقت بهم السبل والحيل راحوا قعدوا في هذه في هذا المكان، والولاد دول دول لو اتعلموا صح دول هيبقوا اضافه لينا، دول لو ما اتعلموش صح ودول لو ما عاشوش صح هنوصل المشكله تبقى مشكله اكبر، هيتحول من عشوائيه المكان لعشوائيه الفكر للتطرف للارهاب للقتل للفقر للتشرد. هو ده اللي احنا عايزين نغيره، ده الواقع المطلوب تغييره، الواقع اللي احنا عايزين نغيره هو ده واقع الناس دي اللي قدامنا، الغلابه دول الطيبين دول اهالينا دول ملح الارض دول، دول الرئيس راح لهم النهارده، دول الرئيس راح لهم النهارده. وده اول مره انا في تقديري اول مره شوفوا الصوره دي، رئيس على فكره احنا في ازمه كورونا بالمناسبه، الرئيس شغال بيتحرك يجتمع جمعه سبت حد في قلب الميدان مع الحكومه وسط الناس. يا جماعه احنا بنعمل عمل او اللي بيتعمل يستحق ان احنا نفخر بيه، والله كل من عنده ذره ضمير عليه ان هو يفخر بهذا العمل ويدافع عنه ويدعمه ويساعده. واحنا بالاعلام والله والله مقصرون، والله مقصرون، احنا مقصرين فعلا، لانه انا مش عايز اجلد ذاتي، عايزين ننقل للناس، احنا بنحاول ننقل للناس، بنحاول بكل ما اوتينا على قدر منابرنا سواء مكتوب او مسموع او مرئي، احنا بنقول وبقول للناس احنا بنقول من يمين، وفي ناس بتحاول تسرقكم من الشمال، تسرق وعيكم، تسرق الحقائق، احنا بنقول حقائق في ناس بتحاول تشوهها. هاتولي وانا بتحدى بشكل واضح من اول 2014 وحتى 2021 هاتولي مشروع واحد نظر اليه اهل الشر انه كويس، اي مشروع، كل المشروعات كل المشروعات حتى مشروع الصحة حتى فيروس سي حتى محطة الضبعة النووية حتى قناة السويس حتى التعليم حتى العشوائيات حتى المصانع حتى الطرق. يعني ما يؤسفني لما واحد المفروض مفكر وكاتب يختزل تجربة مصر الإصلاحية في الكباري، واحد تاني يختزل تجربة مصر الإصلاحية في التابلت، يا أخي عيب والله، تسطيح رهيب غير مقبول وغير مسبوق، لكن احنا واخدين على هذا الكلام. من ايام عبد الناصر لما قعدوا يسطحوا من قناه من السد العالي وقعدوا يشتموا في السد العالي وفتنه الطمي والميه ما عادش فيها كل ده احنا شفناه وعشناه وخدنا مصل ولقاح من التعامل مع مثل هؤلاء. بقول تاني يا مصريين ده واقعنا، الواقع مرير، بنغيره بنغيره، هنقدر هنقدر، كل المطلوب منكم تعرف الحقيقه، انت المطلوب منك ايه؟ اعرف الحقيقه ان احنا عندنا 50% من المباني الموجوده في بر مصر غير مخططه، منهم اماكن خطره ما ينفعش الناس تعيش فيها لازم ينقلوا فورا والا هيموتوا، ومنها اماكن عشوائيه زي اللي انتوا شايفينها دي، شايفين المباني عامله ازاي؟ المباني دي موجوده في كل حته في مصر، المباني دي امشي على الدائري شوف العجب، امشي على الدائري شوف العجب، امشي في المدن الكبرى زي طنطا وبنها شوف العجب، امشي على السكه الحديد بص من الشباك هتشوف العجب العجاب. امتى ظهر؟ على مدار عقود مضت. كان الدوله غايبه كانت غايبه، والبرلمان كان نايم، والناس ما عندهاش ضمير. لما يجي واحد يوقظ الناس يستنهض همم المصريين، الرئيس بيستنهض همم الشعب المصري، الشعب المصري عليه ان هو يعي.